تمام، اليوم راح نقدم محاضرة البنس اللي هي رسوم، أو اللي هي عبارة عن شكل عنوان. المحاضرة كلش مختصرة وخفيفة. تعريف البنس: is any liquid، هو سائل، liquefiable قابل للتسيل، or massy composition أو مكونات that after التي obligation تطبق to a substrate، تطبق على المادة الفعالة in a thin layer، على طبقة نحيفة أو خفيفة. converts تتحول to a solid film، يتحول إلى فيلم صلب. النقطة اللي بعدها: it is most commonly used، استخدامها بشكل شائع أو بشكل أغلب، يستخدم used to protect كمادة حامية، color مادة ملونة، provide texture وتوفير مادة الملمس لتود أوبجكت للأشياء. دي بعده: بنز كان بي ميد، تصنع أو تجعل أو تكون، أو بروجست أو تشترى أو تباع، تشترى in many colors بعدة ألوان، and in many different types وعدة أنواع مختلفة، such as water color الماء الملون، أو synthetic أو صناعية. النقطة اللي بعدها: البنز is topically store، يخزن بشكل مادة solid صلبة، and apply ويطبق على شكل مادة liquid وسائل، but most type أغلبية هاي الأنواع dry جافة into a solid بشكل الصلب. نجي لي بعدها: classification of bins، يتكون من نوعين. النوع الأول اللي هو water based bins والoil based bins، اللي هو النوع القاعدة مات على شكل ماء، والنوع الثاني اللي هو قاعدة الشكل زيت. نجي لي بعد